ocean, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let me, don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. هذا العمل كبير طبيعة الحال. للأمام مرة أخرى نصر العفوفي وفي سدد جول 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 ثاني ثاني للنصر. ومرة أخرى المهارة دفاع نادي فجة نال الأهداف. شوفوا معي اللعبة تمريرة في المكان السليم وعلى طول وحدة بإشارة قوية راحت في المكان السليم نال الأهداف. النصر يقترب شيئا فشيئا من الدور نصف النهائي للكاس الغالية وطموح كبير يراودهم في نهاية اليمنى. ممكن تكون عرضية خطيرة داخل فيها كوفي مشاك تأنن فيها للتسلل مستمر والثاني الهدف الثاني لمصلحة نادي النصر عن طريق كوفي مشاك. تأخر وتأنن ولكن في النهاية كوفي مشاك هذه الأهداف يضع فريق نادي النصر في شكل أو بوضع مطمئن تماما. شوف لما أخذ اللاعب فهد صالح فهد ما كان جدي فعلا في الكرة الماضية كان يفترض أن يكون دخوله أقوى في اللعبة الأولى أمام اللاعب كوفي مشاك. شوف الكرة الماضية لما تقدم كوفي دخل وعمل مهارة جميلة بكل سهولة وضع سهلة في الشباك يقدم حتى الآن في أرضية الملعب سواب من نادي الصنعاء الذي لا يفكر في تقديم المستوى بقدر ما يريد. هنا فرصة كوفي مشاك كوفي مشاك في فرصة كيف تصل إلى الشباك لتعطي نادي النصر هدف التعادل. الآن ما فيها شيء وتسديدة كوفي مشاك لامست حارس المرمى لكن بعد ذلك سكنت الشباك لتعطي نادي النصر هدف التعادل وتحرك نوعا ما كان في الموسم قبل الماضي مع النصر. هناك نزول في مستوى اللاعب كرة أمامية الآن للشباب استلام خطيرة شبابية خطيرة ما زالت كوفي مشاك يا سلام يا شباب. شوط ثاني مثالي لاحظ الكرة الماضية هنا بدأت هنا بدأت هنا الاستلام من سامي الحسني الأولى من سامي صدد الثانية ما مشت الثالثة نعم لم تصل الرابعة كوفي جول مشاك نعم يسجل الثاني للشباب الثاني للشباب الصقور العجمي وصلت إلى أنوار مبارك في الطرف الأيسر إرسال كرة إلى مازن السعدي مقوسة داخل منطقة الجزاء ملعوبة أوه يا كوفي أوه يا كوفي على ومن أجل الاقتراب من الكبار لاحظ الكرة الملعوبة من مازن فهمي دوربين ولكن كوفي مشاك قال لها اذهبي مكانك في الشباك من المحيط إلى الخليج هو عنوان رواية للاعب إيفواري شد رحاله ليبدأ مسيرته في عالم كرة القدم كوفي مشاك أو كما يحلو لجماهيره مناداته بالجوهرة
والذي بدأ، وها هي رحلة كوفي تحط رحالها هذا الموسم في دوري عمانت للمحترفين مع نادي النصر. كوفي ميشاك، ما الذي تفعله؟ ما الذي تفعله؟ يا لها من روعة، ما بعدها روعة. ولن يختلف اثنان حول أن المهاجم كوفي ميشاك هو من أفضل الصفقات للنصر في هذا الموسم، وسيكون الأمر طبيعيا بأن سعر اللاعب الأسمر سيتضاعف في المواسم القادمة، لا سيما بأن هنالك إحدى الأندية الإماراتية التي بدأت بمغازلة الإيفواري. الأرقام والحقائق قالت بأن كوفي يسجل في كل الظروف والأوقات، يسجل حتى في أسوأ حالاته. ومغامرات كوفي قالت بأنه يتقن التهديف بكل الأشكال، لأنه يعرف تماما الطريق إلى شباك الخصم، وكل هذا جعل منه المفرح لجماهير هذه الكرة. وما سيحدث فيها كوفي ميشاك على هذه الكرة، الإفواري، الفيل الإفواري ينطلق في هذه الكرة، والكرة إلى أين؟ جول! لاعب يقلب الطاولة على نادي النصر. لاحظ هذه الكرة، ولاحظ الكرة التي تسكن إلى الشباك، والكرة نعم إلى الهزة الإفواري. كوفي 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 كوفي، يكون على خطى بوكسرك لاعب الإفواري، نشر هنالك على مر تاريخ الكرة العادية الكرة المرسولة على شمال حارس المرمى، وهدف تقدير لأن مساك كوفي بحاول التقدم تسجيل جول هذا في الزاوية التصويرية، هذا اللعبة الاستماعية للجوالات والتحرك، وبعد ذلك التسديدة القوية اللي باغتت حارس المرمى اللي هو مصعب الحوت، اعتقد بأن الكرة تدرب إلى خارج الملعب، لكن التسديدة يا الله، وإرسال كرات موجودة طويلة إلى قاسم سعيد، يا سلام مرور موجود، لعبة 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 في الجول في الجول في الجول، أبعدت واصل إلى جمعة درويش، اتأخر علي صلاح بالتسجيل، لا 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 لا، هذا خلاص هو المزاج بنفسه، هو المزاج بنفسه. صلاح لمسة أمامية هنا كبيرة، جول 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 لمصلحة كوفي، يا عيني يا عيني، إنه ميشاك، الله على حلاك، قدم يسرى لا تجل طريقا غير المرمى، إنه القناص المبدع المقنع الممتع، الله على تمريره، لاحظ الشوتة الغساري من جديد، التصوير أنور مبارك، نعم النصر يسجلون يفعلون ويدونون، يا سلام يا سلام على طرب وإبداع، فن وإقناع، امتياز وإمتاع عن طريق أنور مبارك، فرحة كبيرة للنصر، بعد أن صوب هنا أخذها، هنا حضرها، هنا لمصلحة النصر بكرة ملعوبة رأسية، لا جديد عن طريق الجميل، إنه كوفي ميشاك يؤكد على أنه الأجدر على الإطلاق، الأفضل على الإطلاق، هذه الحال
مرتاح البال، إنه الرائع والأنيق المهاجم القناص، يؤكد على أنه المهاجم الأبرز هنا في دورينا هنا الأرضية. عبر التصويبة على الجهة اليمنى، مرور هنا أرضية، الرابع الرابع لمصلحة النصر، إنه كوفي ميشاك. الله الله على ميشاك، شكها شك، عذرا عذرا يا فنجا، لا جديد لمصلحة النصر. فكوفي ميشاك في مثل هذه الكرات يسجل، نعم يسجل، بل يتفنن في التسجيل. إنني أرى متعة النصر قد أينعت وحان قطفها، القطف والاستحواذ، التسجيل. محمد جمال، ما زالت الخطوره مستمره، اماميه الحد، الجول، يقترب من الشباك، وهذا ما حدث. المحاوله كانت موجوده، عبد الله نوح كان بامكانه ان يضع الكره في الشباك، سابق في زاويه صعبه ابعدها، لكن المتابعه الجيده والقوية للغاية من جانب كوفي ميشاك أعطى نادي النصر الآن. كوفي ميشاك، كوفي ميشاك، الإيفور يتقدم، كوفي ميشاك يضع في المرمى، جول للنصر، الناطق باسم هجوم النصر. يشيل النمط آخر، حط عبد ربه ويحط على طول، منتهى خطورة محمود المرة دي، مش ممكن. هنشوف هدف أول لصالح النادي الإسماعيلي، هدف أول تقريبا لمحمود حمد، ترتد من الشناوي، مفيش أي دفاع يشيل الكورة. كوفي ميشاك على طول آدي إلى عادة مرة ثانية، على طول محمود حمد يحط في أقصى الزاوية اليسرى، إنما على طول يخلصها كويس الشناوي، وجاي من ورا على طول كوفي ميشاك. ادي حسني بدأها على طول بتمريرة حلوة، ومحمود حمد تسديدة، وكوفي ميشاك على طول يحط على طول هدف التقدم. محسن عبد المؤمن، عناصر، هنا فرصة، جول، الهدف الأول، الهدف الأول لصالح فريق أولمبيك ريبكا بعد راسية، لكن في كرة وخطأ ناتج عن خروجه كان هناك الهدف، الهدف الأول لصالح فريق أولمبيك ريبكا. الهدف مقابل لا شيء، نتابع هنا الإعادة، أمامكم الإعادة،